إذا متابعي الكرام، متابعي شوف تيفي، أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر. يعني حشوم وعيب وعار باش نبقاو نوضع لكم كحالة الصورة والصورة، ولكن هذه هي الحقيقة يعني ديال صاحب الشاحنات هنا بالتمسنة. يعني كما كتشوفوا مخلي المدينة غارقة بالأزبال، يعني حشوم وعيب وعار. يعني حنا مقبلين على عيد الأضحى اللي كما كنعرفوا كيكونوا المخلفات ديال الحولي والازبال بزاف، ولكن هذه هي الحقيقه، هذه هي الصوره الحقيقيه اللي تنوضعوا لكم متابعي الكرام، بان تمسنا كتغرق بالازبال، ولكن غتخليكم معنا، غتخليكم معنا، وغتنتمنى باش تبارطاجيو هذا الفيديو هذا باش يوصل للمسؤولين. وبغينا نعرفوا شكون اللي يعني كيغطي على هذا صاحب الشاحنات اللي حشوم وعيب وعار. يعني احنا في مدينه تمسنا باش غنلقاو هذه الازبال يعني متراكمه بهذا الشكل هذا، لا حسيب ولا رقيب. يعني صراحة الله، يعني صورة مؤسفة. يعني حنا يعني بدورنا تنحشمو يعني باش نحطو لكم هذه الصورة والصورة، ولكن ملي كتشوف يعني هذه الكارثة، من الضروري متابعي الكرام، متابعي شوف تيفي، يعني باش تشوفوا الحقيقة، يعني الحقيقة ديال مول الشاحنات، واش يعني ما باغيش يخدم. يعني كما كتشوفوا ما بغاش يدير عقلو فعلا، ماشي ما بغاش يدير عقلو، زيد في الهبال ديالو. يعني كنشوفوا المدينة يوم على يوم كتزيد تغرق، واش ماشي من العيب والعار بان كنشوفوا بان احنا كنتواجدوا بالشارع، وكما كتشوفوا متابعي الكرام يعني امام يعني اعين الساكن وامام اعين يعني المحلات التجاريه، واش من الحشوم وعيب والعار بان كنشوفوا يعني ها انتم بقاو معنا متابعي الكرام يعني هذه الكارثه العظمى. يعني كنتمنى يعني شي مسؤول يعني باش يتدخل يشوف هذه الكارثه العظمى اللي بمدينه تمسنا. شنو يعني شكون اللي كيتستر على هاد يعني صاحب مول الشاحنات اللي مخلي المدينه غارقه بحال هكا بالازبال، الحاويات مقلوبين. يعني تنتمنى يعني هاد الرساله هادي باش توصل للسيد الوالي، يعني باش يشوف مدينه تمسنا يعني شكون اللي كيتستر على هاد الشركه هادي. من العيب والعار، يعني من العيب والعار، حنا يعني في مقل عيد الاضحى واحد يعني يومين، يعني اللي كنعرفوا كما كيكون واحد يعني المخلفات يعني ديال الحاولي ديال يعني الناس يعني اللي كتستهلك يعني بزاف د الحوايج وكيلوحوا الازبال، يعني خاصهم هنا في هذه الفتره هذه فين ينوضوا يخدموا. والغريب في الامر، غريب في الامر، لان صراحه الله اللي تنشوفوا الشو هي كاين واحد الحملات، كاين حملات ديال التوعيه، حملات يقول لك حي نظيف. والله الا حشوم وعيب وعار بان هذه الصوره هذه يعني اللي كنشوفوا وما تبارطاجاش يعني باش توصل للمسؤولين. انا كنتمنى هاد الناس يعني باش يتحاسبوا، لان حشوم وعيب وعار، لان غنلقاو هاد الازبال يعني متراكمه والحاويات يعني مليوحين، لا حاسب ولا راقب. واش ما تمسنا ما فيهاش المسؤولين؟ واش تمسنا ما فيهاش الساكنه؟ واقيلا كتبان لي ما كاين لا الساكنه لا مسؤولين. فين هو الدور المنتخبين؟ اين هو الدور ديال هاد الشركه النظافه؟ يعني الصراحة الله، يعني راه حشوم وعيب وعار بأن غنشوفوا هاد الصورة البشعة، الصورة يعني اللي كنشوفوا يعني أمامنا. ولكن خليكم معانا، خليكم معانا، غنديروا جولة في هاد الشارع هذا وغتشوفوا حقيقة هاد الشارع اللي كنشوفوا الساكنة يعني الأزبال مرمية أمام العيون ديالهم. تقول لك ولكن شنو غنديروا؟ شنو غديروا؟ يعني احنا بدورنا يعني كنلبيو النداء ديال الساكنة، وكنوصلوا يعني الصورة والصوت الى المسؤولين، يعني باش ياخذوا واحد الاجراءات يعني قانونيه في حق هذه الشركه. يعني لما بغات تخدم، راه كاينين شركات باغيين يخدموا، يخليوا الناس راه باغي تخدم، ماشي غنشوفوا الازبال يعني متراكمه بهذا الشكل هذا ولا حاسب ولا راقب. ولكن خليكم على متابعي الكرام، متابعين شوف تيفي، يعني غندير واحد الجوله هنا بتمسنا، وغتشوفوا يعني الشوارع، يعني ماشي غير هذا الشارع هذا، راه الشوارع تمسنا كامله كتغرق بالازبال. هذا الشيء فين؟ انا نقول لكم فين، امام اعين الساكنه، وكذلك امام يعني بيت الله. يعني حشوم وعيب وعار، والله الا حشوم وعيب وعار، يعني باش غنلقاو هاد الازبال هذا. ولكن باش يساليو معك صراحه الله، يعني اللي زويونا في هاد الشركه هذه هما الشعارات، واجيو نديرو الليد في الليد باش نخدمو. واش بغيتي المواطن يخدم معاك وانت كتخلي الازبال هنا يعني تخلي الحاويه عامره، وكتقول للمواطن اجي نديرو الليد في الليد ونديرو مدينه يعني نظيفه؟ كيفاش بغيتي هاد المواطن لانه كيلقى حاويه عامره بالازبال ومقلوبه بحال هكا، كيفاش بغيت هذا المواطن يدير الليد في الليد؟ هو يعني غيلقى هذه الازبال هذه متراكمه يعني، وما كاينش لا اللي غيجي غيهز هذه الحاويه ولا غيخويها ولا هذه.
يعني شوف شحال هاد الحاويه هذه الازبال مليوحه. راه كنتمنى هاد الرساله انا بعدا ما بقينا كنثيقوا في حتى شي واحد بالغير سيدنا السيد الوالي العقوبي اللي صراحه الله من نهار اللي جا لمدينه تماره والرباط صراحه الله رجع مدينه تماره مدينه اخرى. ولكن هذه رساله يعني هذه رساله للسيد الوالي يعني باش يشوف هاد المسؤولين بتمسنا اللي مخلين هاد الزبل يعني مرمي بهذا الشكل لا حاسب ولا رقيب. يعني اين الدور يعني الشركه النظافه؟ اين الدور يعني المنتخبون يعني المسؤولين عن قطاع النظافه؟ لان تنقول لكم حشوم وعيب وعار يعني باش غنلقاو هاد الازبال هذه ولا حاسب ولا رقيب. اذا كنتمنى هاد الرساله هذه باش توصل السيد الوالي يعني باش يشوف هاد الشركه هذه شركه الازبال اللي يعني صراحه الله يعني الصوره مؤسفه. باش غنوضع لكم هاد الصوره هذه يعني كما كتشوف الحاويه بان عامره. كيفاش هاد المواطن اللي بغيتي باش يتساعد معك كيفاش نشوفوا يعني بان كاينين واحد الحملات تحسيسيه حملات اللي واضعين الشعارات يعني صراحه واحد الشعارات تيقول لك اجي باش نديروا ليد في الليد ونخدموا. كيفاش بغيتي دير ليد في الليد وانت مخلي هاد الازبال مرميه هنايا؟ كيفاش بغيتي دير ليد في الليد والحاويه مقلوبه هنايا؟ كيفاش بغيتي دير ليد في الليد مع المواطن وانت ما كتخوش حتى الحاويات ديال الازبال؟ اذا صراحه الله الصور يعني اللي كتشوفوا امامكم يعني عبر المباشر من تمسنا يعني حشوم وعيب وعار بان غنشوفوا اللافتات والشعارات. ولكن في الاخير كتجي كتلقى المدينه كامله. ولكن ماشي غير هاد البلاصه هذه، انا تنقول لكم خليكم معايا راه غندير واحد الجوله وغتشوفوا المدينه كيفاش غارقه بالازبال. ماشي غارقه بالازبال، المدينه كامله يعني مرمي الحاويات بحال هكا مرميين. انا راه حشوم وعيب وعار، والله الا حشوم وعيب وعار. الا ما بغيتوش تخدموا راه كاينين شركات اللي باغيين يخدموا. انا كنتمنى الصوره هذه باش تبارطاجها متابعي الكرام متابعي نشوف تيفي، لان كما كتشوفوا في العنوان كارثه حقيقيه لمول الشاحنه تجمع الازبال اللي مازال ما بغاش يدير عقله. فعلا ماشي ما بغاش يدير عقله، زيد في الهبال ديالو، والله الا راه حشوم وعيب وعار. لان غنشوفوا بان الصوره هذه صوره تنقول لكم صوره باشعه، لانه الساكنه ساكنه تمسنا يعني كما كتشوف راه حنا ماشي مخبين يعني في شي حي ولادي، حنا راه في وسط الشارع يعني وكتشوف الشارع والازبال يعني مرميه بحال هكا. اذا المتابعين شوف تيفي كنتمنى الصوره باش تبارطاجها باش توصل المسؤولين يعني نشوفوا هاد المسؤولين اللي ما بغاش يخدموا. لا ما بغاش يخدموا، راه كاينين شركات باغيين يخدموا هاد المدينه هذه، لان كنشوفوا مدينه تمسنا مدينه يعني اللي الساكنه اللي تبارك الله يعني كنشوفوا يعني ما غنقدرش نحسن لكم الساكنه، ولكن غنقول لكم حشوم وعيب وعار. نخليكم يعني مع واحد المواطن اللي غيقدر يقول لنا شنو طاري هنا بالضبط. السلام عليكم سيدي، تمن الساكنه ها عجبك هادشي هذا؟ لا حول ولا قوه الا بالله، هذاك السيد اللي كاين يعني قال لك لا حول ولا قوه الا بالله العظيم، مع من غتهضر يعني مع من غتهضر؟ اذا كنتمنى الصوره هذه باش توصل يعني للمسؤولين يعني باش تشوف يعني يشوفوا هذه الكارثه اللي بتمسنا. كنتمنى متابعي الكرام يعني لا من ساكنه تمسنا من ساكنه تماره لا من ساكنه يعني الرباط شوفوا هذه الحاله الكارثيه يعني وتبارطاجوا معنا هذا المباشر هذا باش يوصل الناس المسؤولين، لان كما تنقول لكم راها كارثه والله العلي العظيم راها كارثه. انا غندير مع واحد الجوله خليكم معنا متابعي الكرام يعني باش تشوفوا الحقيقه ديال تمسنا كيفاش دايره. واش ما كاينش هنا شي مسؤول؟ واش ما كاينش يعني اللي غيحبس هذه الشركه يعني على الحد ديالها؟ يعني كيفاش يعني المجلس البلدي اللي يعني صراحه الله يعني مخلي يعني هذه الشركه دايره ما بغاش؟ انا كنتمنى والله هذه الرساله هذه اللي توصل السيد اليعقوبي، لانه صراحه الله لانه غيشوف هذه الصوره البشعه هذه غيحبس هذه الشركه يعني على الافعال اللي كدير. يعني كما كنشوفوا الصوره يعني راه ماشي كما قلت لكم حنا مخبي في شي بلاصه ولا راه حنا في الشارع يعني شارع رئيسي في تمسنا. حسن
كنتمنى متابعي الكرام هذه الصوره هذه باش تبارطاجها، لان راه حشومه وعيب وعار، لان غنلقاو هاد الازبال متراكمو غنسكتو عليها. لا حشومه وعيب وعار، يعني حنا يعني عيد الاضحى اللي يوم الخميس الى بقات يعني هكذا الازبال، واقيلا نهار الخميس غنلقاو بان الشارع راه غيتسد، ما غيلقاش الناس من غيدوزو. ولكن كنتمنى هذه الصوره هذه باش توصل للسيد الوالي، انا عارف يعني السيد الوالي واحد انسان يعني محترم، انسان خدوم، لانه غيشوف هذه الصوره هذه فعلا ما غيعجبوش الحال، لان المجلس البلدي هنايا حتى هو ساكت يعني على هذه الافعال اللي كنشوفوا انها افعال يعني يعني حشوم وعيب وعار، يعني باش غتلقى هذه الازبال وغنسكتوا عليها. انا غندير معكم واحد الجوله متابعي الكرام وغنخلي لكم التعليق، كنتمنى يعني حتى لي يعني ما قدرتش يعني يعلق يعني يدير واحد التعليق يعني لهذه الصوره هذه. عامره لا لا يلا محمد رسول الله. اذا شوف مواطن يعني كيجي طل التقاء مع عامرين، اذا غنخلي لكم يعني الصوره والتعليق لكم، لان غندير واحد الجوله هنا صغيره. تيقول لي راه معامرين، يلا جاب وقال لي الحزبي قال لهم راه معامرين. اذا كنتمنى هذه الرساله يعني باش توصل للسيد الوالي، لان كما قلت لكم يعني ما بقاش الثقه هنا في شي مسؤول هنا في تامسنا الا السيد الوالي اللي صراحه كما تقول لكم واقف على الصغيره وكبيره. ولكن خليكم مع المتابعين الكرام، انا غندير واحد الجوله عبر الدراجه الناريه اللي غنوضح لكم يعني الصوره تامسنا كيفاش دايره. يا بسم الله الله يعاون اخويا. اذا خليكم معنا متابعي الكرام، انا غندير لكم واحد الجوله يعني باش تشوفوا مدينه تمسنا كيفاش كتغرق الازبال. يعني راه حسوم عيب وعار، يعني راه قلت لكم ما بقاش ثقه هنا في شي مسؤول من غير السيد الوالي يعني باش يشوف هاد الكارثه. خليكم معنا متابعي الكرام، هاي الصور قدامكم والتعليق لكم. يعني كما كتشوفوا متابعي الكرام، يعني الحاويه يعني عامره والثانيه راهي في المقلوبه تما كاينه، والبغال تاكل من الازبال. اذا خليكم معنا، مازال متابعي الكرام مازال تشوفوا يعني الفضائح ديال يعني هاد الشركات يعني اللي ما بغاش تخدم، وكيفاش يعني المجلس البلدي اللي مخلي يعني الازبال لا حاسب ولا رقيب.
كنتمنى والله العلي العظيم الا بارطاجي سمعنا هذا اللايف هذا باش يوصل المسؤولين يعني يعرفوا الحقيقه ديال تمسنا يعني كيفاش هنا انتم كتشوفوا معنا متابعي الكرام يعني راه الصوره مؤسفه صراحه الله. شويه لالا الله يجازيك بخير. كما كتشوف راهي الحاويه الاخرى في مليوحه. الحاجه بغيتي تلوحي الزبل ما لقيتيش فيه، بغيتي تلوحي الزبل لقيتي عامره. لا حول ولا قوه الا بالله. ها اذا لا حول ولا قوه الا بالله العظيم، يعني باش تشوف يعني هذه الصوره البشعه يعني واحد صراحه الله واحد انتباه لي قال لك ليست قمامتي انها مدينتي. فعلا قافله خضراء من اجل بيئه نظيفه. فعلا 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 صح مزيان مزيان هادشي هذا. واه هادشي اللي في البلاكه راه ماشي هو هذا، هادشي هذا اللي تنشوفو في البلاكه راه ماشي هو هادشي هذا الحقيقه. اما هادشي هذا ديال الزواق والبلايك كما كنشوفوا الحملات التحسيسيه، ها هو الواقع راه هو هذا. تما باش تقعد تقول عباد الله راه ما عندنا ما نخبوا على من نخبوا عليكم. ها انتم راهي كل ما رسم دقدقه راه والله العلي العظيم لا حشوم وعيب وعار. انا صراحه الله لانني تقرت بهذه الريحه هذه وغنمرض مع الناس هادو. غنخليكم التعليق المتابعي الكرام لان المدينه كامله كتغرق بالازبال. ونقول لكم تنتمنى تكون عندكم واحد الغيره وتبارطاجيو معنا هذا اللايف هذا.